جالي التنزيل، تم التنزيل تمام. تعال نفتحها كده مع بعضنا تاني. نزل معايا الشعار وبجودة عالية جدا وبدون علامة مائية. دلوقتي بقى تقدر تسلم الشغل ده او تسلم الشعار ده للعميل اللي طلبه منك. وطبعا زي ما قلنا التسجيل في المواقع سهل جدا، يعني مثلا ده عمل منه كام؟ عمل منه ارباح ما يقرب بين 10,000 دولار، ده برضو 10,000 دولار. ده بيبيع الشعار ب 80 دولار، لكن باعه 163 مره بس تمام. عندك واحد زي ده بيبيع الشعار ب 45 دولار وباعه ل 873 واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا اهلا بيكم، معاكم احمد قطب من اكاديميه المهندس. النهارده ان شاء الله انا جايب لكم طريقه تقدر تكسب بيها فلوس من الانترنت وبدون خبره، لكن هتحتاج حبه مجهود صغيرين، واللي هيطبق الفكره دي وهينفذها ان شاء الله هيكسب منها فلوس حلوه. في ناس حققت منها ما يقرب من 10,000 دولار، وفي ناس تانية وصلت لحد 300,000 دولار، يعني تقريبا اكتر من 4 مليون جنيه مصري. ايوه زي ما بقول لك كده، 4 مليون جنيه مصري. بس الارقام الكبيره دي ما بتجيش في يوم وليله، ولا الموضوع سهل زي ما انت متخيل كده. الصعب الارقام الكبيره، ان انت تحقق ارقام كبيره كده في الاول، لكن السهل في الموضوع ان انت بالفعل هتقدر تعمل فلوس من الانترنت بدون اي خبره. وطريقه النهارده ان شاء الله هخليك تطبقها من غير ما تدفع ولا فلس، بالمصري كده ولا مليم. ندخل بقى في صلب الموضوع، يلا بينا. ورجعنا من تاني، والفكرة باختصار هي انك هتشتغل فريلانسر في مجال معين، ومش هقولك بقى تروح تشتري خدمة من موقع وتبيعها في موقع تاني وتاخد الفرق اللي هو العمولة بتاعتك والكلام الفكسان ده، لا انا هخليك تعمل خدمة بنفسك. بص يا سيدي، في مواقع اسمها مواقع فريلانسر او العامل الحر، والمواقع دي بتبقى وسيط ما بين اتنين، وسيط ما بين طرفين، الطرف الاول اللي هو بيقدم الخدمة والطرف التاني اللي هو طالب الخدمة، يعني بتعتبر وسيط ما بين البايع والشاري. والمواقع دي مهمتها ان هي تجمع الاثنين مع بعضهم، تجمع البايع بالشاري وتاخد عمرتها. ومن اشهر الخدمات الموجوده في المواقع دي هي تصميم اللوجوهات او الشعارات. انت هتشتغل في تصميم الشعارات، هتقول لي طب وانا ما عنديش خلفيه عن التصميم، لحظه من فضلك خليك معايا وتابع الفيديو للنهايه، لان ليك عندي هديه جميله جدا هخليك ان شاء الله تشتغل مصمم شعارات بدون اي خلفيه وبدون خبره. عاوز بس اقول لك على معلومه في الاول، بالبلدي كده الشغل على النت كله بيسترزق من كله. يعني ايه؟ يعني زي ما في ناس بتطلب خدمه تصميم الشعارات، في ناس تانية بتقدم الخدمه دي، وزي ما في ناس بتقدم خدمه تصميم الشعارات، في مواقع بتساعد الناس دي في انها تصمم الشعارات بمنتهى الاحترافيه وبدون خبره، زي موقع كانفا. وموقع كانفا فيه مجموعة من الخدمات المجانية والخدمات المدفوعة، لكن الخدمات المدفوعة بتبقى احترافية بكتير جدا عن الخدمات المجانية. والجميل بقى النهاردة وهديتي ليك ان انا ان شاء الله خليك تاخد عضوية بريميوم مميزة مدفوعة مجانا في موقع كانفا، عضوية سعرها 119 دولار في السنة، انا هديها لك ان شاء الله مجانا. مبدئيا كل الروابط والمواقع اللي هتكلم عنها هتكون موجوده في مقاله، ورابط المقاله دي هيكون في الوصف اسفل الفيديو تمام. تعالى في البدايه كده نتعرف على مواقع الفريلانسر اللي انت ممكن تشتغل عليها. ده رابط المقاله، جميع المواقع العربيه والانجليزيه او الاجنبيه تمام. عندك اول موقع واشهر موقع وافضل موقع على الاطلاق هو موقع فايفر تمام. ده رابط الموقع. التسجيل في الموقع سهل جدا وبسيط جدا، بتدخل من هنا تمام. اول ما تدخل على واجهه الموقع بالشكل ده بيقول لك اعمل حساب جديد وهتسجل كطالب خدمه ولا كمقدم خدمه، وفي عشرات الفيديوهات بتشرح التسجيل في موقع فايفر تمام. تاني موقع معانا وشهير جدا في الوطن العربي هنا هو موقع خمسات او موقع خمسات تمام. ثالث موقع وهو موقع اسمه فريلانسر، وده موقع عالمي وموقع مشهور برضو جدا. رابع موقع معانا وده موقع طب شويه اسمه موقع أبورك تمام. خامس موقع معانا اسمه موقع مستقل، وده موقع عربي تبع شركة حاسوب أو أكاديمية حاسوب. طيب زي ما قلت لك طريقة التسجيل في المواقع دي سهلة جدا وبسيطة جدا، وهتلاقي عشرات الشروحات ليها موجودة على الإنترنت، فمش عايزين نطول مدة الفيديو فإن احنا نشرح كل موقع على حدة تمام. بالنسبة بقى للحصول على عضوية مميزة مدفوعة مجانا من موقع كانفا، أدي رابط العضوية سيبهولك طبعا في المقال الموجودة برابط مباشر، هدخل عليها بالشكل ده. هنا بيقول لك لقد تم دعوتك الى بريميوم تيم تمام.
بمجرد ما تسجل هنا عن طريق الفيسبوك او عن طريق حساب جوجل بتاعك بتحصل على عضوية بريميوم مدفوعة بشكل مجاني. وانت العضوية دي زي ما قلت لك من شوية $119 في السنة، بقدمها لك ان شاء الله في الفيديو ده مجانا. انما بقى لو جينا نسجل في موقع كانفا بالطريقة العادية الطريقة المعتادة، لو دخلنا على جوجل بالشكل ده وكتبنا كانفا تمام ودخلنا نسجل عادي، مش هيدينا العضوية المميزة. ادي موقع كانفا، سجل الان، هنا ما ادالكش العضوية المميزة اللي سعرها $119، لا هنا انا بقدمها لك ايه، بقدمها لك بشكل مجاني، دي البريميوم. تمام. طيب تعالوا نسجل مع بعضينا كده ونشوف ازاي نعمل شعار او لوجو لشركة معينة او لموقع معين او لقناة معينة بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. وانا مش هتعمق في الموضوع ده لان برضو في عشرات الفيديوهات بتشرح موقع كانفا بتفصيل موجودة على اليوتيوب. هنسجل مع بعضينا بقى، نقول له سجل الان باستخدام جوجل. تمام. ادي اختيار الحساب، هسجل بالحساب ده. انا كده اديت للموقع صلاحية الدخول بحساب الجيميل بتاعي. تمام. فبالفعل كده انا خلاص عملت اكونت على موقع كانفا، اكونت بريميوم. تمام. مرحبا بك في فريق كانفا برو. تمام. برو، هنا هقول له فهمت. تمام. واصبح عندي الموقع فيه كامل المميزات، مفيش ولا اوبشن فيه مقفول. تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نتعلم ازاي نصمم شعار بطريقه بسيطه جدا وبطريقه برضو احترافيه. وانا شخصيا زي ما قلت لك انا مش هتعمق في الموضوع ده لان في عشرات الفيديوهات بتشرح تصميم شعار او لوجو بكل احترافيه على موقع كانفا. لو وقفت كده على صفحه رئيسيه المستحسنه لك، هنلاقي عندنا هنا كلمه شعار. تمام. ادي شعار، لو ضغطت عليها بالشكل ده فتح لنا صفحه جديده وهيجيب لنا اوبشن كتير جدا. ادي القوالب، في قوالب جاهزه تخطي التجربه. هو انا بقول لك ازاي تستخدم الموقع نفسه. تمام. هنا بقول لك دي شعارات من اجلك انت، يعني هو بيقترح عليك مجموعه من الشعارات انت تصمم زيها. ده شعار متحرك، ده شعار لو هتعمل موقع العاب او كلام من ده او قناه العاب، شعار الشاره، فن وتصميم، ازياء، فرقه موسيقيه، كمبيوتر، على حسب بقى النشاط اللي انت بتشتغل فيه او المطلوب منك. تمام. تعليمي، رياضي، مطعم، مقهى، دي جي، لان كل حاجه طبعا ليها حاجه معينه. يعني الشعار او اللوجو اللي هيعبر عن مطعم غير الشعار اللي هيعبر عن فرقه موسيقيه، غير الشعار اللي هيعبر عن رياضه معينه. تمام. طب تعالى نختار اي شعار كده مثلا، بس انا اشوف حاجه تناسبني الاول. تمام. ممكن نطلع فوق عند التعليمي، ادي التعليمي، في عندنا قوالب كتيره جدا ممكن نختار منها، كل ده تبع شعار التعليمي. ممكن نختار ده مثلا كده، وهنا ضغطة واحدة كده. تمام. واشيل كلمة جامعة الشروق دي واكتب مكانها مثلا اسم الموقع بتاعي او اسم القناة بتاعتي، كلمة الربح انترنت اللي تحت دي ممكن نظللها بالشكل ده ونخليها في المنتصف. تمام. من الايقونة دي يمين يسار منتصف. تمام. زي ما انت حابب. ممكن نغير اللون بتاعها، نخليها مثلا باللون الاخضر ده. تمام. بقت بالشكل ده. الكرة دي ممكن نغير مكانها. تمام. ممكن نعمل اي شغل احنا عايزينه في الشعار بتاعنا وكله بخطوات بسيطة جدا. يعني لو حبينا مثلا نغير لون الكرة دي برضو بنقف عليها بالشكل ده. تمام. ونختار من هنا اللون اللي احنا عايزينه، ممكن اختار اللون ده كده، ده جميل قوي. طيب دلوقتي ولنفرض ان احنا خلصنا شغل في الشعار بتاعنا، وطبعا انت هتصمم الشعار على حسب ذوقك وحسك انت بقى. تمام. يعني بالنسبة للخبرة وبالنسبة للأدوات، لأ الموقع بيوفر لك كل حاجة. أنا بقول لك بالنسبة لذوقك أنت وحسك الفني. تمام. ممكن أرفع الكرة دي أخليها هنا كده بالشكل ده. تمام. نص كده، وأجيب الشعار بتاعي في النص كده وكلمة في النص. ودلوقتي بقى علشان نحفظ الشعار بتاعنا أو نعمله تنزيل بنضغط على تنزيل، فبيقترح عليا أوبشن بيقول لي اختار نوع الصورة بي ان جي ولا جي بي جي ولا بي دي اف ولا اس اف جي. طبعا افضل حاجه اللي هي البي ان جي لان دي صوره جودتها عاليه. وهنا بيقول لي برضو مقترح. تمام. بالنسبه للمقاس، في اكتر من مقاس، ممكن تحفظها بمقاس صغير 250 في 250 بكسل او 500 في 500 او 750 في 750 او 1000 في 1000 او اكتر حاجه
اللي هي 1500 في 1500. الافضل طبعا ان انت تحفظ الصوره بتاعتك او اللوجو بتاعك باكبر مقاس، وبعد كده العميل لما يحب يصغر يبقى عنده امكانيه ان هو يصغر من غير ما يبكسل معاه. تمام. هنا في اوبشن تاني كويس جدا بيقول لك خلفيه شفافه. لو حبينا نلغي اللون الاسود اللي في الخلفيه ده ونخلي الخلفيه بتاعتنا شفافه. تمام. هنا بيقول لك ضغط حجم الملف، لا الافضل ما تعملش الاوبشن ده، وبعد كده بنقول له تنزيل. كده عمل لي تنزيل الملف اهو. تمام. لو ضغطنا عليه هيفتح معانا بالشكل ده، بس طبعا علشان الكلمه اللي انا كاتبها اكاديميه المهندس باللون الابيض والخلفيه شفافه فما ظهرش معايا. تمام. طيب تعال نغير الاوبشن كده ونقول له تنزيل من تاني، بس الغي الخلفيه الشفافه، يعني خلي الخلفيه عاديه باللون الاسود. نقول له تنزيل. جالي التنزيل، تم التنزيل. تمام. تعال نفتح كده مع بعضنا تاني. نزل معايا الشعار وبجوده عاليه جدا وبدون علامه مائيه. دلوقتي بقى تقدر تسلم الشغل ده او تسلم الشعار ده للعميل اللي طلبه منك. وطبعا زي ما قلنا التسجيل في المواقع سهله جدا. نشوف كده موقع مثلا زي موقع فايفر. تمام. دي واجهه الموقع. زي ما قلت لك بتلاقي في واجهه الموقع الرئيسيه من الخدمات المطلوبه جدا وموجوده في واجهه الموقع اللي هي اللوجو ديزاين. تمام. ادي اللوجو ديزاين لو دخلنا عليها بالشكل ده. دي مجموعه الفريلانسرز اللي بيبيعوا الخدمه، يعني مثلا عندك واحد زي الاولاني ده. تمام. ده بيبيع الشعار ب $10 وباع منه اكتر من 1000 مره، اكتر من 1000 عميل. هنا بيقول لك بلس 1K اكتر من 1000، يعني مثلا ده عمل منه كام؟ عمل منه ارباح ما يقرب بين $10,000. ده برضو $10,000. ده بيبيع الشعار ب $80 لكن باعه 163 مره بس. تمام. عندك واحد زي ده بيبيع الشعار ب $45 وباعه ل 873 واحد. وزي ما قلت لك طريقه التسجيل في الموقع بسيطه جدا، بتقول له هنا بكم اصيله. تمام. وبالنسبه لشرح الموقع بالتفصيل وطريقه التسجيل فيه ففي عشرات الفيديوهات بتشرح الموقع بالتفصيل، سواء كان موقع فايفر او بقيه المواقع اللي معانا. لحد كده انتهى الفيديو بتاعنا، بتمنى التوفيق للجميع، واخيرا تقبلوا تحياتي. كان معكم احمد قطب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.